مفيش حاجة ضاعت منك، ولا في حاجة ليك هتروح لغيرك، ولا في حاجة لغيرك ممكن تروح ليك. حتى لو أخدت بكل الأسباب وفضلت متمسك بيها، رزقك بتاع بكرة لو جالك النهاردة ده مش هيدر ربنا في حاجة، بس هيدرك انت. ربنا بيديك رزقك في الوقت اللي انت قادر تحافظ على رزقك فيه. سيدنا الخضر بدل ما يخرج الكنز للغلامين بنى عليه جدار، عشان لما يلاقوا الكنز وهم كبار هيحافظوا عليه. وده بالظبط اللي ربنا بيعمله معاك. سيب الأقدار تاخد مجراها، وتأكد ان كل اللي بيحصل لك خير ليك، حتى لو انت كنت شايف عكس ده. ربنا ما ضيعكش في اللي فات، ومش هيتخلى عنك في اللي جاي. ربنا أكرم من انه يحرمك من اللي انت محتاجه، وأحن من انك تهون عليه. اطمن.